إذا جيناكم هيك وقت. أهلا وسهلا فيك. صحيح أنك تريح نام بس واجبك حاضر. أهلا وسهلا. الأصل ما هنالك، قلت يا حالي إن كنت أخرت علينا شوي بالرد، فحبيت مر سلم عليك واشرب لي فنجان قهوة عندك إذا ما في مضايقة يعني. لا أعوذ بالله، شو في مضايقة؟ أهلا وسهلا فيك. أنت ما كان أنت ما بدك بتجي لعنا على القهوة وبتشرب. يعني بس بالقهوة بتستقبلونا؟ ليش بالقهوة؟ هي أنت هون عندي بالبيت. أهلا وسهلا فيك. هذا هو أبحاتي وهذا اللي بنعرفه عنك، وشان هيك طلبنا القرب منك. ما قلت لي عمي فكرتوا باللي قلنا لكم يا؟ ايه فكرت عمي، فكرت. شوف خال، الجواز اسمه ونصيب، وانت مالك نصيب عنا. وليش بقى؟ ليش بقى؟ عم اقول لك مالك نصيب عنا، ما عم تفهم علي؟ شرفت. قول واوي اللي بينقال له لا يا ابو حاتي، لك واللي رفع السماء وبسط الأرض لدفعك الثمن غالي. ألين واوي، تعال اشرب لك كاسة شاي. تعال ليك هلا طلعي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اخي واي كاسة. شو شايفك معنا بعضك خير؟ فهنا شيء؟ هلا عمي أبو فارس، الفقير لازم ياخد من توبه. معلوم لك ابني لازم ياخد من توبه. وليش بقى؟ لا يدفى ما بياخد من توبه يا واوي، أي بيزمطر من البرد. بس كتير فقرة أخدوا زناقيل وعاشوا، وبعدين كلياتنا ولاد تسعة بلا صغرة عمي أبو فارس. مظبوط كلامك. ليك سعيد اللي أخد بنت أبو عصام يادلو فقير معتر ودرويش، كل شهر بيغير صنعته، بس الشهادة لله ازقرته أبضاي. ليش أنا شبني؟ عسلامتك والله، ما حدا بيجيب سيرتك إلا بالخير، بس قل لي لشو، حاطط عينك عشي بنت واحد زنجيل بالحارة، اطلبته وما عطاك إياها؟ لا لا ما في هيك شيء. لكن ليش عم تحكي عن حالك هيك؟ أنا قصدي يعني إيش كان طلبت شي بنت من الحارة بيعطوني؟ بيعطوك لك ابني ليش؟ لحتى ما يعطوك لك، أنت أصلي وقدع وبعدين بإيدك صنعة مثل الذهب. يعني ما بيعيبني شي؟ بيعيبك يا واوي هو اللي بيكون عايب. عاش يا بي. لوي على هوا يا بي. لا تعوق يرضى عليك. شوف مين يا بي. جيتك. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك؟ مثل العسل على الريفة. هون عم يا ابو ظافر؟ هون. يلا 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 شرف تفضل. يلا يلا. الله عليك. ضحكني معك عمي ابو ظافر. ولا غني عنه، بس اللي قلته بفرط بالضحك. اشرح لي اياها. اكون حاكي لي شي نكته وماني منتبه على حالي. بدك الدغري ولا ابن عمو؟ حبيبنا اللزق، انا اللي بحب الدغري. شوف عمي، اذا كنت سجلت قبضاي مو معناتها الحكي انك تجي وتطلب ايد بنتي. الدنيا ما امات. لا تواخذني يعني أول باشتهاد، إذا أنت بتلم الحيلة والفتيلة يا دوبك تشتري بيت أبو سمير الحمصاني، وتاني باشتهاد حضرتك بتشتغل طيار. هلأ بصباك إذا صار عندك بنت بتعطيها لواحد طيار؟ بعطيها لواحد رجال. وأنا ما تعودت عليك تحاكيني هيك عمي أبو ظافر. وبعدين كلياتنا ولاد تسعة بلا صغرة. هلا اولاد تسعة، اولاد عشرة، اولاد 11، هذا الحكي ما بيطعمي خبز. هذا بيسموه ضحك على اللي انت بجيتك وطلبك هاد نزل مقامك عندي خير الله، والمفروض تستسمحني لحتى سامحك. مو يعني اذا انا بحبك وبدير بالي عليك وبامنك على رزقي تجي تطلب ايد بنتي؟ روح عمي، روح 100 وحده بتتمناك، بس دور على اللي من مقامك. بنتي على القليله بدك تجيب لها خدامه. انت عدم المؤاخذه يعني لا تؤاخذني، بعرفك منيح، بلها موطي ومزحوك وبتلعب بالبيضه والحجر.
وبتحبها مقشرة عمي، لا بتحب تقشر ولا بتحب تتعب حالك. يلا البيت إلك وابنا يا عمي. ويجي بيطلب ايد بنتي. خصميها بقى، اكل نصيبه ومشي. لا يا ابو ظافر، لا، في حدا عم بيبعتهم لعنا ويفسح لهم مجال يجوا يتطاولوا علينا. لك ليش ما بتفهمي من اول مره؟ عم اقول لك اكل نصيبه وامثاله ما بقى يسترجوا بحياتهم يعملوا هيك. على فكره الفقر مو مشكله، انا لو اعرفه ادمي الفقر ما بيفرق معي، بس بعرفه مزحوك وعواطلي وبيلعب بالبيضة والحجار. الفقر بعمره ما كان عيب، الفقير ما بينعاب فقره إذا كان رجال ومعدل وسكرت. خدوا الفقرة بيغنيكم الله. يعني أنا ما عطيته مو لأنه فقير مثل ما حضرتك بتفكري مأنزعة خانو. أنا مأنزعة؟ واللي خلق المخاليق حلب كلها بتشهد بحسن أخلاقي ومعاملتي. واللي خلق المخاليق إذا بتفتحي سيرة حلاب ما بتمضى الليلة على خير. ها خلص خلص ابن عمي، مثل ما بدك. قومي ساوي لي كاسة شاي. قومي. شو هالحظة مسخمها؟ ما لقيتها الجرة بكل الأوضة، ما لقيتها بكل البيت، ما لقيتها لك. واوي 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 لك واوي. ولك شو في؟ شو بدك؟ صار لك ساعة عم تعيي. شو بدي؟ صار لي ساعة عم حاكيك، شو عم حاكي حالي أنا؟ خير نعم مور. عم قل لك ما لقيتها للجرة. وين لك؟ وين بدها تروح؟ صلاة محمد؟ لو بعرف وينك كنت سألتك. لا خلص عيني خلص بتلتقى. شو بك ركواوي؟ شو بك مو على بعضك؟ حارة الضبع يا فيا، حارة الضبع. شو بهون حارة الضبع؟ ما رضوا يسوسوني. شلون يعني؟ طلبت منهم مرتين وما أعطوني. يا باطل على هالكلام، انت بترد لكواوي؟ ردوني لك فياض، ردوني. لعيونك، لعيونك شو ما بدك، إذا بدك ايدي وشخت على البلليع. سمعنا لك فياض، سمعنا. شو شخت وما شخت؟ بدك تضرب العالم لأن ما أعطوني. لك أن يردون؟ يا باطل على هالكلام. ولك أنا اللي كنت بدي أتجوز وكن وصير من منه فيه. ولك مستكترين علي يصير عندي ولد يا أهل عرض الطبع. أنا عطية يا عطية. تربط تربط. هدو يا بي شوي هدو. هدي عم تطفل. هدي بتنكي الله يرسك. سلام عليكم. تربط يا عطية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين بخي أبو حاتم. أهلين بظافر. لا تواخذني، بدي عزبك شوي ومون عليك. أمور بدي عاصم يطلع يعاونه لظافر. يا على راسي، بشو بدي أعاونه دخيلة؟ ولا معنا شوية مونة بدنا نوزعهم على الفقرة والمعترين اللي بالحارة. يلا أيوة دخلك ومعك الورقة اللي مكتوب عليها أسماء الفقرة والمحتاجين. لا والله هي نسيتها. ايه خير ان شاء الله. هلا بعت لك قاسم يجيب لك الورقه من عند الشيخ عبد العليم. يكتر خيرك. تفضلت ابو حاتم. اهلين. السلام عليكم. قاسم عمرك عليك. وصل على المضافه بتشوف الشيخ عبد العليم او ابو قاسم هنيك. اللي اعطينا الورقه المكتوب عليها اسماء المحتاجين بتجيبها بتعطيها لابو ظافر. وينك؟ خليك معهم كمان ساعدهم، شوف شو بدهم ساعدهم. امرك عمي. يلا تمام شوكات. لين عمي ابو ظافر حلت علينا البركات. الله يخلي لي اياك. يسلم وجهك. تربط يا تربط يا تربط. سمعان عمي سمعان هالشعين. لك بدك تطول بالك، الناس بدها ترزق لك يا شوكات. بس مو هيك يا عمي، مو هيك. لك تعين الله. خلص لك ايه حاجه طنطن بقى. عمرك ابو ظافر حاضر. يا الله يا الله. شلون الوالد؟ ما عم يبين. والد ايه والله هو مشغول شوي، طلع برات الحاره عم يحكم رفيقه من ايام السجن، تعبان شوي.
ايوه الله هو طول عمره اصيل وصاحب واجب. اسلامك. لحقنا ووسعنا الصدقات كلها، بقيان اسبوع للشهر الفضيل وربك سبحانه وتعالى اكرمنا ولحقنا. ايه الحمد لله. بس يا ابو ظافر مو احسن كان انت تساوي مثل ما قالوا كباريت الحاره وتوزع على الناس الفقراء خرج ناشف؟ بس انت غير شكل اخي مشان البهوره. ايه شو؟ سلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منيح اللي شفتكم انتوا الاثنين هون. خير ابو جودات؟ بدي منكم تبتوا بامر زعامه الحاره قبل ما يهل الشهر الفضيل. وانت شو بهمك هذا الموضوع؟ بهمني كثير ابو حاتم، بدي اعرف مين الكبير بالحاره لحتى احكي معه، ما بدي احكي مع الكبير وصغير فيها. بهي معه حق ابو جوده. مين حلوة تضل الحارة بلا زعيم؟ شو بدهم يحكوا علينا بالحارات الثانية لك ابو حاتم؟ يسلم تمك ابو ظافير، هذا الكلام الصحيح. بعدين كمان وصلتني تعليمات يمكن حكومة فرنسا بدها تعمل عفو عام عن المطالب والإفرارية. شو؟ عفو؟ إيه عفو ابو حاتم، ليش مستغرب؟ عفو عن المطالب والإفرارية، لأنه حكومة فرنسا بدها تثبت على أنه هي حكومة امتداد مو حكومة احتلال. أيوة قلت لي. الله يبشرك بالخير يا ابو جودات، يعني الشباب رح يرجعوا على الحاره بعون الله. ان شاء الله ابو ظافر، بنقول ان شاء الله. بكل الاحوال بدي منكم لو تكرمتوا نهول لموضوع زعامه الحاره قبل ما يهل الشهر الفضيل. شو فهمتوا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. السلام.